نظمت المؤسسة الطبية الميدانية بدعم من صندوق الأمم المتحدة ورشة عمل حول زيادة توفير وإمكانية الوصول والطلب على الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية للنساء والشباب والفتيات المتأثرين بالأزمة في اليمن. وتهدف الورشة إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية الشاملة والإنجابية والصديقة للشباب لتلبية الاحتياجات الطارئة للنساء والشباب والمراهقين والفتيات من خلال حزمة صحية شاملة للشباب مبنية على تطوير الأدلة الرجعية الخاصة بالشباب وتدريب مقدمي الرعاية الصحية على جميع الحزم الصحية وتجهيز وتشغيل العيادات الصحية الصديقة للشباب في الجامعات المختارة في عدن وحضرموت وتعز. واستهدفت الورشة 40 مشاركا ومشاركة. اليوم تم تدشين الورشة الأساسية بالشباب وما يحيطهم من مخاطر، وأيضا لحالاتهم النفسية والطاقة اللي موجودة في الشباب، وأيضا التوعية وتثقيفهم في آلية صحتهم في البلوغ ما بين 9 إلى 19 سنة وهي بلوغ المراهق، وأيضا عدة مراحل اللي يمر بها الشباب هي أساسية لتصحيح وضعه النفسي والصحي. دشنا اليوم في مدينة المكلا ورشة لعرض ومناقشة نتائج المسح في مشروع الشباب التي تمت في 20 كلية في المكلا وأيضا في سيئون وفي عدن وفي تعز التربة. اليوم يقام هذه الورشة لعرض نتائج المسح المستمر فيها المشروع لشهر 12 من هذا العام، وأيضا تقام في سيئون في نفس هذا اليوم، وقد تمت في سابقا في عدن.